عبده اشرف بيقول مساء الخير يا كابتن اسلام، معلش ممكن تسال كابتن احمد سؤال؟ ممكن طبعا. مين اكتر لاعب جوه النادي قريب ليك وبيحكي موقف كوميدي معاه؟ وقال الشناوي. مش موقف كوميدي، لا كابتن الشناوي كان صايح وبتاع، كابتن الشناوي ده لكن اللي بهزر معاه طول دايما دايما يعني محمد محمود، بتواجد معاه بصوره دايما في محمد الوزاره. زي العسل. عسل. وهو رهيب. بطريقته لطيفه يعني. رهيب رهيب. احكي لنا حاجه حصلت معاه. لا لا احنا على طول، يمكن احنا بنفضل نهزر في يعني فيديوهات بنشوفها كده فبنقعد نهزر مع بعض عليها يعني، لكن هو كشخصيه تتحب تتعامل معاه جدا يعني. ايوه. صلاح بيقول كل الشكر لكابتن عبد القادر على ما قدمه للنادي الاهلي. انا بعتقد ان احمد لسه ما قدمش حاجه للنادي الاهلي. لسه بدري جدا لسه يا بدري كابتن، لسه جدا. بدري جدا. طبعا لسه بدري جدا. حماد عبده بيقول موهبه جيده وليس له شبيه في. تمام. حبيبي حسن تسلم. درغامه، جماعه عايزين نقطع فيه شويه عشان بس ما عايزين نخبط في يعني. لازم يبقى في الناحيتين طبعا. لازم يبقى في كده لازم. وكده طبعا. شنكوتي بيقول ميسي مصر، ربنا يفرحك زي ما بتفرحنا. حبيبي افندينا بيقول تسلم. منور بيتك الكبير يا كابتن احمد، تسلم. مستقبل الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله. ان شاء الله تسلم. ايهاب محمد نجار درب الاحمر، ازاي عبد القادر؟ احنا اتكلمنا في هذه النقطة. يارا بتقول كابتن لو سمحت اسأله ايه هو النادي الاوروبي اللي ممكن يخليه يفكر يمشي؟ يعني لو جالك عرض احتراف منين؟ طبعا ده بعد موافقة النادي الاهلي. ده اكيد بدافع، بس يعني بحاول انا دايما يا كابتن بمشي خطوه خطوه يعني، اللي ربنا كاتبه هيكون بيظهر مع الوقت، فانا بحاول اجتهد تدريجيا لغايه لما بشوف الدنيا يعني بتوصل لايه بعد كده. بتحب مين من الانديه في اوروبا بغض النظر عن انا السؤال؟ اصلا يعني اللي بشجعه ريال مدريد، انا اصلا ريال مدريد. ريال مدريد. ده النادي اللي بشجعه بره مصر، لكن فكره بقى ان انا اشوف نادي الا نفسي احترم. لسه الموضوع بدري، لسه عايزين نحقق حاجات كتير جدا مع النادي يا كابتن. بالظبط كده. بالظبط، لسه حاجات كتير مع النادي ان شاء الله يعني.